بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي وحبايب قناة جلالة السويس، كل التقدير والاحترام لحضراتكم. جولة من داخل سوق سمك الأنصاري، أسماك بشرة خير. تشكيلة، قبل ما نعرض التشكيلة أوريكم الشاب اللي هو ربنا يبارك فيه ويعني مجتهد، وربنا يزيدك من خيره. صباح الفل يا اسلام، صب على جمهورك جوار السويس زي العسل بالله. ودع بقى من البلد خلاص، ها ودع ودع ولا ضايع؟ ودع ودع وضايع. لا بس احنا الاول ضايع بعد كده ودع. من اجمل الفيديوهات اللي انا عملتها معاك خفه الناس بتقول لك ايه الشباب اللي هو مدي اتكاله على الله وفي نفس الوقت بشوش، واحنا ماشيين على حس الجمهور. الله يخليك. النفسيه عامله ايه؟ الحمد لله تمام. نعم الحمد نبدا لله. مع بعض انت عايز يا محمد. هامور جميل كده، هامور يا جماعه. مواصفات الجوده طبعا الناس خلاص عرفت الظبط وشده الجسم، مش كده يا اسلام؟ الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. تقلي بسم الله. بصوا الجمال مع الجمال يا جماعه. ما شاء الله علينا. اسلام من الشباب اللي انا بحبهم. ليه؟ تنظيف من جوه قوي يا اسلام والله بجد. ذوقك اقسم بالله. فرخ الهامور ده، فرخ الهامور احسن حاجه ليه؟ في ليه؟ فيليه حاجه الله اكبر. تقلي منه وتعمل شوربه، تعمل صواني، تعمل سنجاري. فيليه 100 100، لا هو دسم ولا هو ناشف. ولا هو ناشف يعني وسط. وسط يعني زي ما كانك تاكل كباب سمك. صح كده ولا غلط؟ احنا اكيله برضه. بسم الله ما شاء الله عليه. بص كده يعني الفرخ ده يقطع له فوق ال 9 كيلو. ده 6 كيلو 6 كيلو. بصوا يا جماعه الزلط والحيويه والجمال. يا جماعه ما تاخدش سمكه ناشفة من بره يا اسلام. مش كده؟ لازم السمكة فيها ظبطها. لازم يكون فيها ظبطها. والعين السمكاء، ولازم يكون الظبط، لأن الظبط ده هو علامة إنها لسه طالعة من البحر قريب. حصل. صح ولا لأ؟ أنت كده فهمان يا عم أحمد. الله يخليك. لأن الظبط ده علامة الجودة. حصل. الناس ما تقربش منه، لا هو ده. لا علامة الجودة. نمرة واحد بيحمي السمكة عايشة في الماية. حصل. فعشان يحمي السمكة إنها ما تبش وما تدوبش، ربنا اداها خاصية الظبط ده. يغطي ويحمي جسمها من ايه؟ ان الميه تتخلل في الجسم من جوه. صح كده؟ صح استاذنا؟ لان الميه والثلج بياكلوا جسم السمكات. لكن هي ربنا اداها خاصيه الظبط ده. بسم الله ما شاء الله. غشاء بيحمي السمكه يا جماعه. السمك ده بهار. بهار. بس هو في بهار احمر وفي بهار، ولا ده كان احمر و بهار. البهار بعرفه سنتين عم زي الضب كده اهو. بصوا يا جماعه ده ايوه اهو زي النبين كده. ده جزل وفليه. ده جزل وفليه. طب الكيلو ده بكام يا اسلام؟ كيلو من ده ب 130. 130. وكل ما تكبر كل ما يقل ايه سعره، وكل ما تصغر يعني لو 10 كيلو كانت هتبقى 100 جنيه 90 مش كده. الله ينور عليك. والبهار 80. والصدف الجميل ده، زيه انت مش معايا ان السمكه دي مظلومه سعريا؟ مظلومه سعريا ومش مشهوره. اطعم من الشعور واطعم من اي سمك. انا معاك وبايدك لان انا جربتها قبل كده. جزل فيليه اطعم من اللوت. لحمها يمكن شعور على قد جماله بس جميل. سمكه ناشفه شويه. بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه. على ضمانتي انا خدوا سمك الصدف دي شكلها اسود بس قلبها ابيض. سنجاري حلوه يا اسلام. سنجاري وجزل. وجزل تقلي منيها اطعم من اللوز. انا عملتها جزل، عملتها سنجاري. جميل. دخلتها الفرن. جميل. وحشو سنجاري بالجمبري. جميل. الله اكبر. مظلومه والله. الله بصوا بقى اسلام هيأيدني. السمكه البهتانه ولا السمكه المزهزهه المنوره؟ المزهزه المنور ده. بص أيوة. كبل لانسز عند يا جماعه. لا يعني في سمكه فيها بهتانه والتلج اكلها وتبقى مبيضه. ده مركب لانسز. والله مركب لانسز ده. معلش بالله بس قول بركب. بس اللانسز طيب. بص عينيها عامله بقول لكم خف الدم مش هتلاقوها في اي بياع والله. انا عارف انه غالي شويه بس قول لي برضه. ده مش غالي. ده بيتباع في السوق 180 و 170 و 150. 150 يا جماعه. بس هتاكل سمكايه. ثلاث سمكات في الكيلو. هتاكل سمكايه ليه؟ ظهر محمل والسمكايه طازه. 150 وانا اعلم ان السعر ده يعتبر كويس معقول جدا. عشان برضو ما انتهش. افرض حد عايز هتوصل له عنوان بشرة. هنوصل. طب تليفونك؟ محافظ 012
7982 3737. كل وهترفع راسنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. ده فرخ هامور تاني. ده نفس الوزن ولا اقل؟ حاجه بسيطه. ده 5 كيلو؟ لا ده 5.5. 5.5. القروش متفقين يا اسلام ان القرش لو فيها نشادر ارميها. اه ملهاش لازمه ولا بتاكل. شوف اهو تاجر بيقول لك اهو. مجمده في الزرع عشان عايشها. قالوا لي 30 واحده. هي دي بقى المجمده. يعني اسلام مثله ان هو ما بيبيعش وخلاص، لا عنده ضمير. بيقول لك لو دبيت صباعك ولقيتها فيها ريحه النشادر ما تاخدهاش. تين البحر مثلا. ايوه ظبط ده، انا عارف ظبط. بكام كيلو فيها؟ 70. انا كنت هقول لك 70 بس انت قلت 70. جحا. الله. امبارح كان في ناس عايزه جحا وسالتني على الجحا. ما نزلش امبارح. لا. نزل النهارده. شراره. شوي بس. بس. ملك الشوي. اه. لا ملك الشوي. فص فص مجزل وحلو وطعمه حلو وبينضف في البق. ده اعلى من الدنيس. اه. في ناس كل بيجي يسال على الدنيس 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 ده في الشوي في ناس ما تعرفوش. والاجمل من ده؟ إلا ما هوش منه مزارع. مش منه مزارع ده بلد. يعني قولها. ده اجمد من ده ما فيش منه مزارع. ما بت... يعني ما تغشش. لا خالص. اه. بكام الكيلو قلنا؟ كابولي. الكيلو بكام ده؟ ده 90. كم؟ 90. 90. 91. شوفوا يا جماعه الحجاري بس بقى. بس الليمون دول خفيف. الحجاري امسك لي دي كده وامسك لي دي كده بص. امسك دي كده. سمك الكابوريا الحجاري دي. كلتها يا اسلام بامانه. بامانه اقسم بالله كلتها. ايه رايك؟ فصوص زي الاستاكوزا. زي الاستاكوزا. انا ذقتها بس. انا اللي بيجي ما يعرفهاش ايه ديت بقول له دي كابوريا وصلت الاستاكوزا. وحاجه تشرف. بص يا جماعه الحاج في منها ذكوره وفي منها نت بس اغلبهم هنا تقريبا ذكوره. كلهم انا كلهم. اه بصوا يا جماعه لحم الصوف سلت الاستاكوزا. حطها لي كده يا اسلام معلش عشان امتع الناس بس بمنظرها. دي بقى بتاعت السخنه. السخنه ناو. اي حد يقول لك السخنه ناو هي دي. اه بصوا يا جماعه الجمال ده على كده ال 2 كيلو. طب ال 2 يعدي الكيلو. يعدي الكيلو. اه بص ده اللي هو اللي هو بطروخ او البيض بتاعها. بطروخ بتاعها. اه. بكام قلنا كيلو؟ 170. 170 اه. وفي قنادي هنا برضه اهي. في بقى اللي هو البلدي بتاعتنا الكابوريا البلدي. اه. بكام دي؟ دي بالواحده كده. دي ب 150 جنيه. 150. اي حد تلاقيها ب 200 ب 250 جنيه. يعني ربنا انت مشهور بالامانه وانك انت بتبيع بضمير. الدنيس اللي هو بتاع البردويل. الدنيس بتاع البردويل ده بلدي مش مزارع. 90 جنيه. 90 جنيه حجم كبير ده يا جماعه خلي بالكم. خش على الكاليماري بقى عشاق الماء اللي هو المحشي. ها؟ المحشي والجزل لشوربه السي فود صح كده؟ قطع دي ترانشات يعني الحجم الكبير ناخده جزل حلقات. حلقات تقلي مني. والحجم ده؟ الحجم اللي زي كده نحشيه. نحشيه؟ خلطه الرز قول لهم يا اسلام. بتاعت الحشو. خلطه الرز. خلطه الرز. خلطه المحشي عاديه. محشي عاديه. اه. عايز تحشيها جمبري تحشي جمبري. الله ينور عليك. لا بناخد الشراشيب دي ونحطها فوق. فوق الحشو. اه بكام الكيلو فيها؟ دي 90. 90 يا جماعه كاليماري بسم الله ما شاء الله. جمبري العتيبي الازاز الابيض. اه ده اطلع منه ده. ده اه جميل ده جميل ده جميل. بص يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بكام الكيلو فيها يا اسلام؟ جمبري 220. 220. 220. قلنا الكاليماري بكام؟ كاليماري 90. 90. وده بكام؟ 200؟ 220. 220 يا جماعه. كل حجم واحد ولا في لا فيها اصغر. والبربوني؟ البربوني ده بس من اخر حاجه خلاص احنا عشان الموسم خلاص بقى فمش شاء الله بربوني صغير اليومين دول. اهم حاجه ان البط آه. بتاعته سليمه وحاجه. البربوني بقى ده اللي زغلل لي عيوني. لا ده بتاخد ايه ازازه؟ ده جمبري. ده بحالها كده الله ينور. انا بقى انا واحد من الناس ما بعمله ده بيتغذى على بيتقلي وعلى الايه على الفم ما فيش شوك فيها ولا اي حاجه ده بيتغذى على الجمبري. بكام في حبيبي؟ 80 جنيه. 80 والحارث؟ 45. مكرونه والحقال المكرونه بكام؟ 70. 70 الله ينور عليك. والصرع؟ 50. الصرع يا جماعه في الشوي والقلي يا اسلام كيلو طن 50 انت مشجعه ما شاء الله صح؟ يعني العيله الاسره عشاق السواي سواي اه يعني شوي وقلي حلو قوي. بكام الكيلو فيها؟ ب 50. الناس اللي ما تعرفوش بقى ان زرقان ابن عم المكرونه ده بيركب الطياره دلوقتي بتصدق اه
شوف تصدير بالدولار بيبقى. انا والله انا واحد من الناس كنت جبته وما كانش معروف ده لا مش موجوده مكرونه تاخد من دوا. برافو عليك. ودي دسمه شويه عن المكرونه بيتصدق. اه الكشكوري الابيض سنجاري يمشي ماكل يمشي شوي يمشي. بصوا يا جماعه الساعه النهارده عندك يا اسلام تشكيله ربنا يبارك لك والباغه ب 40 انت عايز مش تفهم اسعار يا جماعه قبل نهايه الموسم ب 15 20 يوم اسلام. يا ريت زياره الاسلام عشان نشجع الشباب الحلوه. الحفاره الجميله دي بقى حفاره فصيله الدنيس دي 40 جنيه برضه. 40 جنيه الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله عليك. الليفه ده او براس بكام؟ الليفه مش براس. كله فرش والكلام دوت. بصوا يا جماعه ده للملوخيه ولكفته الجمبري. ايه رايك يا اسلام في الكلام ده؟ حطوه عليها كده شوفوا. بصوا يا جماعه ما شاء الله عليه. ده في كمان لا ده في كمان في هو جاي مشكل جاي مشكل كمان يا جماعه. جميل جميل. بكام قلنا؟ 65. خمسة حلوه يا جماعه. هتعمل شويه هتعمل شويه جمبري او شوربه سي فود مع الفواكه البحر بس عشان المعلم ما وصلنا. بسم الله ما شاء الله. المرجان ده اقل شويه في الحد. ما يشتم تقريبا بكام؟ هنشتم انا يا اسلام ايه هي دي؟ لا ناخد الاول المرجان اللي هو الوسط بكام؟ 75. 75 يا جماعه. وده ميزته ان هو لما بيخش الاليه بيزيد يا اسلام. ما شاء الله عليه بقالي وشوي ده ده بالواحده بقى البلاميطه مش كده؟ بلاميطه بالواحده. بكام الواحده؟ بلاميطه 60. تعمل كام ده؟ 60. 75 ب 70. ونروح بقى للشغل مع شوق الجماهير. ده برفان الطاسه ده. بكام؟ ب 30. كنت بتقول ماله؟ برفان الطاسه. ده البرفان بتاع الطاسه. يعني ده بعد ما تاخد السمك ده كله تاخد ده البرفان بتاعه. والله ده برفان الطاسه. عمر طول عمر الشخرم محافظ مكانه ولا انا غلطان؟ لا برفان الطاسه. ليه جمهوره؟ ليه جمهوره. وليه معشقه؟ ليه عش لازم. بالرده ودقه. انا من عشاق الشخرم. الرده ودقه؟ رده ودقه. من غير زيت يعني؟ لا من غير زيت. رده ودقه تاكل صوابعك كده وقع منه. انت على فكره اكيل يا اسلام مش بياع. شوت صبيا صغيرين دول بكام؟ 80. طبعا ده 80. ده ابو اسماعيل بقى ابو طويل بالله عليك جيبهولنا اهو. بيقول لك ابو اسماعيل صباح الفل. ابو اسماعيل انت هنا فارس جنب قسم التنظيف. انا قسم التنظيف خدمه التنظيف. ان شاء الله ربنا يديدك من خيره مصطفى ابو اسماعيل ابو بال طويل. يا ربنا يوفقك. شفت اسلام اكيد بيحب الناس. حبيبي اسلام بيحب الناس كلها يا اسلام. الناس كلها ربنا يكرمك. بس اهم حاجه حب الناس بس. اشكرك على هذا اللقاء وربنا يزيدك بالخير يا رب.